السبيعي في قصيدة يوجهها إلى أبيه مفرح بن عبد الله السبيعي. يا أبوي علمني على دين الإسلام تطبيق نهج المصطفى والصحابة، يا أبوي علمني على حج وصيام الصبر والإخلاص والاستجابة، يا أبوي علمني على وصل الأرحام وكرام ويتي وأخي وقرابة، وجاه حق ووضح سيد الأنام، علمني أكبد وأكرم جنابه، وعلمني القرآن تجويد وإحكام وأمور ديني كلها والإنابة، ولا تعلمني على عرض الأفلام والدندنة بالعود ولا الربابة والدش وصفات آلات الأنغام، يا وادي ما المراه نشابة تجم صاحب المشاكل والأساس، وبيع وقت ما يحس بحسابه وترى جنيس السوق وراس الجراس من جلس الشهر يلقى عذابه، لا شفت انسان الناس كرمان كذاب لاصحاب حسود بالذابة، اطلب نوى جلال الاكرام وارجاه وابد لا تكرب اسرابه، يا والدي كن قدوتي وامشي قدام وانسى ما درب الهدايه يفسد وسلم. فبماذا رد الأب؟ أبشر يا عبد الله ولك تاج وسام، تاج الوقار وتستحق حضاب، لا هنت هات الوالدك بوك وقلام من شان يكتب لك ردود الإجابة، هذا كلام زين والدم يلزام، أفخر ورد بكل شوق ورحابة، أنت وأنا في خدمة الدين ما دام، تعرف ونعرف والمبادئ تشابه، واللي رفع للدين رايات وأعلام يصير له قيمة وقدر ومهابة، شرق وجنوب وغرب وإن راح للشام في كل دار يقال يا مرحبابة، والنصح والتوجيه له دور وسهام، ونهي على المنكر وكيف اجتنابه، واللي خده طيشه وتيار الأوهام يحذر ويغنم ما بقى من شبابه، والشكر للي للخفيات علام، رب كريم ما يخيب الرجابة، بمره وتيسيره نبي علم والمام حتى نطبق ما ورد في كتابه، العلم ساس البني والجهل هدام، ومن لا بنى يسكن ببيت خرابة، والعرف ما يعرض البايع وسوام، والطيب له للطيب مفتوح بابه، هذا وصلى الله على سيد الأنام، إعداد مهلة مزون السحابة.